ايوه ايوه. طيب عطنا امثله بعض الابيات الشعريه. انا بعطيكم للقناه نفسها ولكم بعد. يا سلام ابركم بس يقول يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لا. هذه بداية اللحن علشان أبني عليها الأبيات. جميل. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 قناة نعرفها وحنا شهودها. طبعا البيت الأخير يشيلونه الصفوف الموجودة. إن العرضة صفوف وراء بعض 2 3 3 3 3 2 2 زي بهالطريقة بحيث أنها تكون زي الهرم. القلطة لا صفين هنا وصفين هنا والدحة وبعض الألوان الشعبية وبعض الموروثات. أنا أقول بسم الله الرحمن في مبدأ الكلام، بسم الله الرحمن في مبدأ الكلام، من بعدها سلام وثني السلام، سلام مثل الورد والبرك والريحان، تسليم صافي أقولها من قلب صافي ولا غرمان، أقولها من قلب صافي ولا غرمان، واثني التحايا وفيه يا قناة الوقع قناة نعرفها وحنا شهودها. هذه لون العرضة يسمونه لون العرضة في المنطقة الجنوبية خاص طبعا من الطائف إلى الخميس وأبها. جميل. هذا معروف باسم العرضة. في ألوان وموروثات ثانية كثيرة، يعني منطقة الجنوب تزدهر بموروثات ما تقدر تحصيها مثل ما هي باقي مناطق المملكة. فهذه من ضمن الموروثات وهذه من ضمن الأشياء اللي يتداولها الجنوب وأهل الجنوب. جميل. في الحفلات، في استقبال الضيوف، في التمايم، في أي شيء، في جميع الحفلات. وسلامتكم. عطنا قصيدة عاد اختم كلامك بقصيدة. عطنا قصيدة.